واحد من الناس يخترق مافيا عصابات سرقة الأعضاء البشرية ويحاور الشاب الذي سرقت كليته. والناس دي خدتني، خدوا مني الكلى وسابنا على ملف كامل بالمستندات وبالصوت والصورة. يعني انت صحيت لقيت نفسك في المستشفى؟ ويواصل البرنامج تقديم خدماته الإنسانية والاجتماعية وعلاج غير القادرين. انتظرونا، واحد من الناس، الليلة منتصف الليل على الحياة.